يا ترى مين هم لصوص الطاقة الإيجابية في حياتنا وإزاي ممكن نتعامل معاهم؟ تفاصيل مهمة جدا هنقولها النهاردة إن شاء الله مع الدكتور محمد هاني استشاري الصحة النفسية، وإن شاء الله في انتظار تليفونات حضراتكم وأسئلتكم. دكتور أهلا بيك ومنورني. أهلا بيك. في شخصيات كده بتبقى موجودة في حياتنا، وجودها في حياتنا أذى، والشخصيات اللي بتسرق الطاقة الإيجابية هم كذا شخصية مش شخصية واحدة. تحب نبدأ بإيه؟ طبعا هو كل الشخصيات دي موجودة في حياتنا وكتير جدا، ودي الشخصيات اللي بتأثر علينا بالسلب وبتحاول بقدر الإمكان إن احنا يخلونا نفقد الثقة بنفسنا، ويحاولوا إن هم يطلعونا من أي حالة فرحة، ودايما بيوصلوا لنا إحساس إن احنا مش كفاية في حياتهم. في هو احنا مش كفاية، مش كفاية في حياتهم، دايما مش شايفين أي حاجة احنا بنعملها، بيحاولوا يتعمدوا ان هم يؤذونا نفسيا ومش شايفين ان احنا كفايه. فاحنا لما بنستسلم بنحس ان احنا فاقدين الثقه بنفسنا وان احنا فعلا مش كفايه، واننا مهما عملنا مش هنلاقي، ومش هنلاقي اي تقدير ولا هنلاقي اي كلام حلو من الطرف التاني، لان الطرف التاني هو اتعود يكون كده، واحنا برضو اللي بندي فرصه للناس دي لما بنتجاوب مع طاقتهم السلبيه. في ناس في حياتنا بتسرق طاقتنا السلبية، أولهم الشخص اللي دايما يخليك وانت معاه في علاقة تبرر أفعالك. ده مرهق، دي شخصية ليل مرهقة. ونهار عمال تبرر، انك ما كنتش تقصد وان انت ما عملتش ده عشان كذا، وعمال تتحسس الكلام اللي انت بتقوله، وفي كلام جواك مش قادر تقوله لانك انت خايف منه، لانك انت محطوط دايما في وضع التبرير. ده مش قلقان تتكلم عشان هتتفهم غلط، فهتبدأ تبرر جدا، وعمال تختار الكلام اللي انت هتقوله، وخايف تقول كلمة فالكلمة هو ياخدها يكبرها ويحورها ويخليها جملة اصلا كده بقت ضدك، فانت ليل ونهار عمال تبرر. النوع التاني الشخص اللي دايما بيخليك تدافع عن نفسك، دايما بيهاجمك، انت عملت، انت ما عملتش، انت قلت، انت كان نيتك، انت كنت بتفكر علشان تعمل معرفش ايه الاسبوع اللي جاي. ما هو ده داخل فيه برضو فكرة التبرير، ان التبرير. برضو طول الوقت انت بس مضطر، هو بقى بيستخدم ايه بقى، ان انت هجومي، الاتهام، شخص دايما يهاجمك على طول، ودايما داخل عليك يقول لك ايه، ياخد كلمة منك ويقعد الكلمة دي كده يكبرها ويحورها، ودايما عنده سوء الظن، دايما حاطط كده اي حاجة انت بتعملها حاطط سوء الظن. ده بيبقى شخص شكاك، بيشك في كل الناس اللي حواليه، فمهما عملت برضه مع الشخص ده مش هتعرف توصل معاه لحلول، مش هتعرف تفهمه، لأنه مقتنع بوجهة نظر معينة، فأنت مش عارف توصل. Watch it.